تعلم مع زكريا. السلام عليكم يا أصدقاء، مرحبا بكم في برنامجنا الجديد هل تعلم؟ هل تعلم؟ سنطرح عليك 10 أسئلة، عليك الإجابة على كل سؤال في مهلة قدرها 15 ثانية. موضوع اليوم هو القرآن الكريم. اطلب المساعدة من أهلك إذا صعبت عليك الإجابة. السؤال الأول، ما هو عدد صور القرآن الكريم؟ 20 صورة، 30 صورة، 220 صورة، 114 صورة. تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. 114 صورة، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. نعم هذا صحيح. السؤال الثاني، ما هي أول آية نزلت في القرآن الكريم؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، سبح اسم ربك الأعلى، الحمد لله رب العالمين، إذا جاء نصر الله والفتح. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. جيد، إنه الجواب الصحيح. السؤال الثالث، في أي سورة توجد آية الكرسي؟ سورة الملك، سورة ياسين، سورة البقرة، سورة الكهف. تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. سورة البقرة، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. ممتاز، إجابة جيدة. السؤال الرابع، ما اسم أقصر سورة في القرآن الكريم؟ سورة الفلق، سورة الكوثر، سورة الناس، سورة الفيل. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. سورة الكوثر، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. رائع، 4 أجوبة صحيحة. السؤال الخامس، كم استغرق نزول القرآن الكريم؟ 12 سنة، 18 سنة، 23 سنة، 27 سنة. تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. 23 سنة، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. ممتاز، إجابتك صحيحة.
السؤال السادس: ما اسم البلد الذي ذكر في القرآن الكريم؟ مصر، العراق، اليمن، فلسطين. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. مصر، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. أحسنت، جواب ممتاز. السؤال السابع: من هو أكثر نبي ذكر اسمه في القرآن الكريم؟ إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام. تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. موسى عليه السلام، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. أحسنت، 7 أجوبة صحيحة. السؤال الثامن: ما هي الصورة التي لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ صورة النور، سورة الرعد، سورة النحل، سورة التوبة. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. سورة التوبة، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. جيد، تبقى سؤالان فقط. السؤال التاسع: ما عدد آيات القرآن الكريم؟ 3420، 6236، 5532، 7175. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. 6236، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. ممتاز، جواب صحيح. السؤال الأخير: ما هي أطول كلمة في القرآن الكريم؟ فأسقيناكموه، فسيكفيكهم، أنلزمكموها، أفتتخذونه؟ تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. فأسقيناكموه، هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. نعم، جواب جيد. يا لك من بطل، لقد أجبت على كل الأسئلة. نشكركم على حسن المتابعة، نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.